بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أسألكم سؤال الأول، نمتوا الظهر ولا لا؟ لا طب احنا كده خلاص مش هينفع الموضوع ده النهاردة، عشان ايه يعني تبقوا مركزين معايا. يعني لو ما كناش في الكنيسة كنت قلت لهم يجيبوا لكم شاي عشان ايه تبقوا مركزين. نعم كمان لا ده كده موضوع صعب. بنعمة ربنا هنتكلم عن موضوع عن الذبايح بتاعة العهد القديم، وطبعا مش هنقدر ناخد كل الذبايح اللي في العهد القديم، هناخد 5 ذبايح أساسية. غير في بعض الذبايح التانية كان ليها مناسبات. يعني أنا بصراحة النهاردة مش هكلمكم عن ذبيحة الفصح لأن دي كان ليها مناسبة وعيد معين، لكن هنتكلم عن الذبايح اللي كانت تعتبر بتتعمل بصفة دورية. يعني ممكن كل يوم يقدموا الذبيحة دي وفي أي وقت من السنة، غير الذبايح بتاعت الأعياد. لا دي مش هنتكلم عليها لأن الموضوع بصراحة مش هينفع يتاخد في مرة. يعني الأنبا رفائيل مثلا، أنا النهاردة هديكم 5 ذبايح، هو مدي في كل ذبيحة محاضرة، كل محاضرة ساعة، فطبعا مش هينفع ناخد الكلام بالطريقة دي يعني. بس فعشان كده نركز بس على 5 ذبايح الأساسية وهتبقوا مصحصحين. كل شوية كده هنسأل على الحاجات اللي احنا قلناها. طيب الاول ايه هي الذبيحة؟ ايه هي الذبيحة؟ الذبيحة هي كل حاجة تتذبح او تقدم قربان لربنا. وخدوا بالكم من كلمة قربان. قربان يعني ايه؟ جاية من كلمة قرب، قرب، يعني انا عايز اقرب لربنا فبقدم حاجة. عشان كده كان في العهد القديم يقول ربنا يقول لهم ايه؟ لا تظهر امام الهك فارغا، يعني ما تقفش قدام ربنا وايديك فاضية، لا تروح وانت معاك حاجة، تقدم شيء لربنا عشان تكون بتتقرب الى ربنا. ممكن كانت الذبايح دي تكون من أجل تأسيس علاقة، نأسس علاقة بيني وبين ربنا، أو يكون في ميثاق عايزين نتفق مع بعض ويبقى في عهد بيني وبين ربنا، أو الشكر، عايز أشكر ربنا، أو كمان من ضمن الحاجات الأساسية التوبة. كل دي أسباب كانت تخلي شعب إسرائيل يروحوا ويقدموا ذبايح لربنا في خيمة الاجتماع وبعد كده في الهيكل. طيب حد عارف أول ذبيحة كانت إمتى؟ إسحاق. إيه تاني؟ لا في بيت لحم. ليه؟ لا مش فيش بيت لحم لسه، ما كانش في بيت لحم ساعتها. ها ايوه بالظبط كده، يعني هم لحقوك كويس. بالظبط كده، دي اول ذبيحه اتعملت في العهد القديم لما ادم وحواء غلطوا. بعد ما ادم وحواء غلطوا لقيوا نفسهم ايه؟ عريانين، فقاموا قالوا طب نتغطى بالاوراق بتاعه شجره التين، شجره التين ورقها كبير فنتغطى بالورق بتاع شجره التين. طبعا ربنا بص كده وقال الورق ده هيروح، ما هو ربنا عارف بقى خلقته، الورق ده بعد شويه هيدبل ومش هينفع يعني يستخدم. فربنا عشان يستر ادم وحواء بعد ما فقدوا النعمة اللي كانت ستراهم وكانت محسساهم ان هم عايشين في نقاوة وطهارة، ربنا ذبح ذبيحة وبالجلد بتاع الذبيحة دي ستر ادم وحواء
ويقول كده هوت، حتى كلمة يكفر في العبرية معناها كفر، عشان يغطي العري بتاعهم ويستر عليهم. عشان كده التكفير ده هو ستر عن الخطية، الخطايا اللي كانت بتقدم كفار. كان في عيد عندهم اسمه عيد الكفار، يتقدم الذبيحة دي للستر على الخطايا. وفكرة ان هم كمان ياخدوا الذبيحة ويسلخوا الذبيحة وياخدوا الجلد بتاعها، الذبيحة ديت ما عملتش خطية، إذن الذبيحة دي نقية من الخطية. فياخدوا الذبيحة يسلقوها، ياخدوا الجلد بتاعها علشان يسترهم. ده إشارة إلى البر بتاع الذبيحة، وبعد كده بر المسيح اللي احنا لبسناه. عشان كده بولس الرسول قال كده إيه، كلمة جميلة قوي، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد إيه لبستم المسيح. شايفين في رابطة بقى، في رابطة جميلة جدا بين الذبايح بتاعت العهد القديم والعهد الجديد، عهد النعمة اللي احنا موجودين فيها. فعشان كده بيسلخوا، وبعد كده ربنا سلخ الذبيحة دي وادى الجلد ده لآدم، وآدم استلم بقى فكرة الذبيحة دي من ربنا. عشان كده نلاقي أولاد آدم ابتدوا لما يجوا يقدموا ذبيحة يعملوا إيه؟ برضو يجي مثلا زي هابيل يقدم إيه؟ من أبكار أغنامه ومن سمانها، يعني بيقدم ربنا أحلى حاجة. ولما قايين قدم ثمار الأرض كده ويعني باستهتار، ربنا قال إيه؟ لا أنا مش قابل للذبيحة دي. طيب أول ذبيحة، احنا دي قلنا اول ذبيحه حصلت اصلا، ذبيحه بتاعت ادم وحواء. اول ذبيحه ربنا يطلبها، طلبها اسحاق. اول ذبيحه ربنا يطلب انه انسان يقدمها هو كان اسحاق، عشان ربنا يقول لنا كده، عايز تقدم ذبيحه قدم ايه؟ اغلى ما عندك، اغلى ما عندك، قدم حبك كله لربنا. وهنلاقي خط الحب موجود في كل الذبايح اللي احنا هنتكلم عنيها دلوقتي. تاني ذبيحة طلبها ربنا كانت، احنا اللي بيطلبوا ربنا، اول واحدة كانت اسحاق طلبها، تاني واحدة طلبها برضو ربنا. ايه اسئلة كتيرة شوية، معلش نصحصح شوية، مع بدل الشاي وبدل النوم بتاع الظهر. ها تاني ذبيحة ربنا يطلبها اللي انا قلت لكم في الاول مش هتكلم عنها، ايه؟ ذبيحة الفصح. عشان هم خارجين من ارض مصر قال لهم كده تعملوا ذبيحة، والذبيحة دي تاخدوا من الدم بتاعها، والملاك المهلك هيعبر على البيوت بتاعت مصر كلها، يعدي على البيوت بتاعتكم يرى الدم فيعبر عنكم. وده معناه ان بدون سفك دم لا تحدث مغفرة ولا تحدث تطهير ونقاوة في حياتنا. طيب احنا ليه بندرس بقى الكلام ده؟ يعني ليه بندرس الذبايح بتاعت العهد القديم؟ ما خلاص ذبايح العهد القديم بطلت، واحنا بني ادم بنعمل ذبايح دلوقتي، حتى اليهود نفسهم ما بيعملوش الذبايح دي، يعني ما فيش هيكل ما فيش حاجه. طب ليه ندرس الكلام ده؟ ايه اللي خلينا ندرس الذبايح بتاعت العهد القديم وندرس تفاصيلها ونشوف ايه الكاهن هيعمل ايه ويقطع ايه وكل الكلام ده بنعمله ليه؟ يعني ايه الهدف من الكلام ده كله؟ الهدف من الكلام ده كله ان الذبايح دي كانت تشير للسيد المسيح، ذبيحة المسيح اللي على الصليب كلها. وما فيش ذبيحة من دول لوحدها تكفي انها تشرح الذبيحة بتاعت المسيح اللي حصلت على الصليب، ما فيش ولا واحدة فيهم تكفي، لكن كلهم مع بعض بيشاوروا لنا على الذبيحة بتاعت المسيح اللي على الصليب. ناخد من دي حتة ومن دي حتة ومن دي حتة، نحط ده كله مع بعض كده كأننا بنحط بازل، يطلع لنا صورة الصليب، المسيح المذبوح على الصليب.
لما نجمع كل الحاجات دي بإشاراتها برموزها نكتشف عجائب موجودة في الذبيحة بتاعت الصليب. ذبيحة الصليب دي مفعولها ونتيجتها احنا بنحاول نوصل الى عمقها، لكن ما نقدرش نوصل الى ايه الحاجات اللي اتعملت بسبب الصليب ده، يعني الكفارة والفداء والخلاص اللي ربنا ادهن والدخول تاني الى الملكوت والعشرة مع ربنا، كل دي حاجات، الصلح اللي حصل بين الانسان وبين ربنا، حاجات كتيرة جدا حصلت بالصليب. كل ذبيحة من دول بتشاور على جانب من الجوانب بتاعة الصليب. الحقيقة نبتدي، ما هو وصل بس مش واضحة قوي، صح؟ شايفين ولا مش شايفين؟ طبعا هو النور هو المشكلة، مش ولا الخط. طيب يعني معلش نحاول كده نمشي معها خطوة خطوة. أول ذبيحة، الكلام ده يا جماعة هتلاقوه في سفر لاويين من إصحاح 1 لإصحاح 7. إصحاح يعني كل التفاصيل دي هتلاقوها موجودة في سفر لاويين، وهتلاقوا المرجع بتاع كل واحدة من دول. الذبيحة الأولانية هي ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة ايه الهدف منها؟ ليه ربنا قال لنا على هذه الذبيحة نقدمها ليه يا رب؟ يعني انت لما تيجي تقدم ذبيحة المحرقة اقدمها بسبب ايه؟ ربنا قال كده علشان انال رضا ربنا عني، انال رضا ربنا عني، تبقى رائحة سرور تصعد قدام ربنا، مش عشان خطية ولكن هي تقدمة حب، بقدم حب لربنا، ملهاش غير كده انها حب. دي بترمز للمسيح ذبيحته اللي أرضت الآب وهو على الصليب. أنا بطلب رضا ربنا بالذبيحة بتاعت المحرقة، وده يشير إلى ذبيحة المسيح الكاملة اللي أرضت الآب والمسيح على الصليب. طيب إيه الذبيحة دي بتتقدم من إيه؟ أول يعني ليها كذا نوع، وهتلاقوا حتى باختلاف الطبقات بتاعت الشعب كل واحد يقدر يقدم ذبيحة لربنا مهما كانت درجته مهما كانت طبقته ولا إمكانياته، كل واحد يقدر يقدم ذبيحة. وبالمناسبة في الحتة دي نفتكر دايما الآية بتاعة المزمور 50 اللي بتقول كده إيه؟ لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله إيه؟ روح منصحف، القلب المتواضع المنكسر المتواضع لا يرزله الله. شايفين؟ هي دي السر بتاعة الذبايح بتاعة العهد القديم. يعني ربنا مش هدفه ان هو احنا نقدم له ذبايح، لا، هو هدفه ايه من ورا الذبيحة دي؟ ايه القلب اللي انا بقدم بيه الذبيحة اللي انا هقدمها دي؟ الانواع اللي موجودة في ذبيحة المحرقة يا اما بقر يا إما غنم يا إما يمام أو فرخي أفراخ الحمام. ذكرا صحيحا ده البقر، البقر بيتقدم منه لأنه رمز للعطاء، أعطي ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بدي ربنا بديله بسخاء. ليه البقر رمز للعطاء؟ لأنه بيدينا من اللبن بتاعه وبيدينا كمان من اللحم بتاعه، فيبقى رمز للعطاء. والغنم برضو ذكرا صحيحا، يعني صحيحا يعني ما يبقاش فيه عيب، لازم تبقى حاجة حلوة جدا. طيب ايه اليمام او فراخ الحمام؟ اليمام يتقال عليه كده انه لو كبير وصغير ينفع يتاكل، يقولوا كده انا حقيقة ما دقتش اليمام. اما الحمام فيقولوا كده هو ليش معنى قال من افراخ الحمام، يعني الحمام الصغير مش الحمام الكبير، بيقولوا الحمام الكبير طعمه مش مستساغ، اما الحمام الصغير لا طعمه حلو ومستساغ. عشان كده لما تيجي تقدم لربنا حاجه هتقدم له حاجه حلوه، ما تقدملوش اي حاجه وخلاص. في الذبيحه ديت او في كل الذبايح هتلاقوا دايما كده بنقول
ايه النصيب بتاع الكاهن، ايه النصيب بتاع مقدم الذبيحة من الحاجة اللي بتتقدم دي. وهنا هنلاقي ان النصيب بتاع الكهنة مفيش، ما بياخدوش حاجة من ذبيحة المحرقة، كلها بتتقدم لربنا محرقة رائحة سرور. وبعدين برضو المقدم الذبيحة ملوش في الذبيحة دي خالص، لأنه بيقدمها بحب من قلبه، فهو مش عايز منها أي حاجة. إيه اللي بيحصل بقى في التقديم بتاع الذبيحة دي؟ بيجيبوه الذبيحة عند باب خيمة الاجتماع، يحط إيده على راسه علشان يحصل هنا اتحاد بينه وبين الذبيحة دي، يحصل بينه وبينها إيه؟ اتحاد، كأن هو اللي هيتذبح يعني، كأنه هو اللي هيتذبح لما يحط ايده عليها، كأنه هو اللي بيقدم الذبيحة دي، بيقدم نفسه. ياخدوا العجل، بياخدوا الذبيحة بتاعته، وكانوا يستقبلوا بعد ما يذبحوا عند باب خيمة الاجتماع، يستقبلوا الدم اللي نازل في زي طاسة كده بتاعة الذبيحة دي، وياخدوها ويعملوا بيها ايه بقى؟ يرشوا الدم على المذبح مستديرا، يعني يلفوا كده حوالين المذبح ويرشوا الدم حوالين المذبح بتاع المحرقة. معلش انا في حاجة نسيت اقولها لكم، ان احنا عندنا مذبح ترتيب خيمة الاجتماع كان ايه؟ تخشوا من الباب، اول حاجة هتلاقوا على ايديكم الشمال هتلاقوا مذبح، بعد المذبح ده هيبقى فيه حاجة طاسة كبيرة كده اسمها مرحضة، دي بيبقى فيها مية عشان يغتسلوا، بعد كده بيبقى فيه الحجاب القدس، وبعدين يخشوا في الحجاب اللي بيحجب بين قدس الأقداس والقدس. جوه القدس اللي أول أوضة يعني بيبقى فيه مذبح للبخور، وفي مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، دول موجودين، والمنارة الذهب بتبقى موجودة جوه القدس. احنا دلوقتي لسه بره، احنا ما دخلناش جوه خالص، احنا على مذبح المحرقة اللي هو أول خطوة جوه خيمة الاجتماع. فياخدوا الدم اللي نزل من المحرقة من الذبيحة ويرشوه مستديرا. مستديرا دي تلاقونا احنا حتى يعني هتلاقوا بقى انطباعات العهد القديم موجودة في القداس، فتلاقوا أبونا مثلا وهو بيجي على الكاس، وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء، الكأس ده هو الدم خدوا بالكم، وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء، يقوم بصباعه كده يلف حوالين الطرف بتاع الكاس مستديرا برضو. ليه؟ لأن هذا الدم من أجل العالم كله، وكمان الذبيحة دي بتقدم والعمل بتاعها لا نهائي، ليس له بداية وليس له نهاية، عشان كده بيقدموا الدم مستديرا حوالين المذبح. وبعدين يسلخوا وياخدوا الجلد بتاع الذبيحة، وقلنا موضوع الجلد ده بيتاخد ليه، وبعدين تقطع إلى قطع، تتقسم الذبيحة تتقسم قطع، وبعد ما يتقسم القطع الكاهن يحط الحطب على المذبح ويولع النار، وبعد كده توضع القطع فوق الحطب. أبونا في القداس بيعمل نفس الكلام ده إزاي؟ وهو في القداس قبل الحتة بتاعت التقديس أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب، وبعدين إيه؟ وشكر وبارك وقدس سوري وبارك، وبعدين يقول ايه كان وقسم، مش كده بيقول قسم، بعدين ما يقسم بيقسم الذبيحة او القربانة على شكل صليب، وبعدين يجي في القسمة يعمل ايه بقى؟ يقسم الذبيحة على هيئة قطع، ويقسمهم 13 قطعة، وبعد ما يقسم كل ده وهو بيصلي القسمة، بعد ما يخلص يوم مجمع كل القطع اللي هو قطعها، الجواهر اللي هو قطعها الكاهن في القداس، وبعدين يرتبهم في الصينية ويتأكد ان هم متجمعين مع بعض بالضبط زي ما الكاهن كان بيعمل في العهد القديم مع الذبيحة. بعد ما يقطعها يجمعها تاني ويقوم حاططها كده عشان تبقى ذبيحة كاملة قدام ربنا على المذبح. توضع القطع، وبعدين بياخدوا الأحشاء، الأحشاء دي ترمز إلى
المشاعر الداخلية للإنسان، وكمان ياخدوا الأكارع الكوارع يعني اللي هي بتاعة المفاصل، والأكارع دي بتشير إلى السلوك الأعمال بتاعة الإنسان، وتتغسل يقولوا كده في التقليد إنها تتغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات دي بتفكرنا بإيه؟ غسيل ثلاث مرات دي بتفكرنا بإيه؟ معمودية. بالظبط كده، عشان تبقى ذبيحة مغسولة. ثلاث مرات دي مش موجودة على فكرة في سفر اللاويين، ده من التقليد بتاع اليهود. يبقى بياخد الأحشاء والأكارع والحاجات دي كلها وتتغسل وتتحط على كل ده، يتحط على المذبح وتتحط الذبيحة دي من الليل إلى الصباح. وبرضو لو اتذبحت الصبح تتحط من الصبح إلى الليل، تقعد طول اليوم، والمذبح ده يفضل دايما على طول مولع، النار فيه لا تطفأ، ما تطفيش أبدا. إشارة إلى قلب الإنسان اللي بيحب ربنا نهارا وليلا، بيحب ربنا وبيقدم كل حياته لربنا زي الذبيحة اللي قدمت حياتها. بعد ما تخلص الذبيحة وتتحط تتساب طول الليل، الكاهن بقى الذبيحة دي بقى أصبحت خلاص حاجة محروقة يعني، فبقت رماد ومحطوطة على المذبح من فوق، يلبس ملابس الكهنوتية كاملة أبيض كده كلها، يلبسها علشان يشيل الرماد اللي اتحرق على المذبح، وياخد الرماد ده ويلقيه في مكان طاهر بيسموه مرمى الرماد، والمرمى الرماد ده خارج المحلة، يعني مكان بره خيمة الاجتماع، مكان طاهر مقدس يحطوا فيه الرماد اللي فضل من الذبيحة. وده بيشير إلى ذبيحة المسيح اللي أحرقت على الصليب، وجم شالوا المسيح ودفنوه فين؟ في قبر خارج المحلة اللي هو كان في بستان جسماني. وبالتالي كل دي إشارة إلى ذبيحة الصليب، بس الكاهن لازم يلبس ملابسه الكهنوتية كاملة. ده معناه إن الذبيحة دي ذبيحة مقدسة اتقدمت لربنا، واتقدمت ذبيحة حب من أجل الإنسان. وبالتالي بعد ما يخلص ما لازم يقلع ملابس الكهنوتية، يعني شوفوا تخيلوا، يعني هو بس عشان يشيل رماد يلبس كل اللبس بتاعه، بعد ما يشيله ويجمعه كده في حتة وعايز يخرج بره خيمة الاجتماع يقلع اللبس، ما ينفعش اللبس ده يخرج بيه بره زي أبونا، ما ينفعش يمشي باللبس الأبيض كده في الشارع يعني، فيبقى يقلع اللبس بتاعه وياخد الرماد ده ويخرج بيه بره. لكن بس عشان يشيلها من على المذبح لازم يلبس الملابس الكهنوتية بتاعته كاملة. دي الذبيحة الأولانية اللي هي ذبيحة المحرقة، تفتكروا دايما إنها ذبيحة للرضا أمام الله، ودي ذبيحة حب ملهاش أي حاجة للخطية، ملهاش علاقة بالخطية، وبتتقدم لربنا. الذبيحة الثانية اسمها كده تقدمة القربان، تقدمة القربان دي برضو الذبيحة دي الهدف بتاعها إنها رائحة سرور أتقرب بها لربنا. طب ليه بقى رب ادتنا؟ ما كان كفاية ذبيحة المحرقة يعني؟ لا، أصل احنا في العهد الجديد الذبيحة مش بس هتبقى الصليب، الذبيحة هتستمر بعد كده في العهد الجديد بإيه؟ بالتناول. عشان كده تقدمة القربان اللي هو معمولة من الدقيق. وبالتالي برضو ربنا عايز يفهمنا انه الإفخارستية والقداس ده كان موجود برضو رموز ليه في العهد القديم. الدقيق بتتقدم كده من الدقيق الأبيض، بيرمز إلى حياة المسيح النقية اللي كان عايش بيها بالجسد، والزيت تتعمل بالزيت، تتعجن بالزيت، يعني دايما هتلاقي المكونات بتاعتها كده، دقيق، زيت، ولبان، دول ثلاث حاجات، وطبعا المية يعني، دول الحاجات اللي بيتكون منها الذبيحة دي باختلاف أشكالها، لأنها ليها أشكال كتيرة قوي. فالدقيق الأبيض بيرمز للحياة المسيح النقية اللي عاشها بالجسد على الأرض، الزيت إشارة للاهوت أو الروح القدس اللي حل على العذراء وأخذ جزء من العذراء واتحد بيه علشان يكون الطفل
ربنا يسوع المسيح كلمة الله المتجسد في بطنها. واللبان دي رائحة السرور، إشارة إلى العبادة والحياة المقدسة اللي ربنا قدمها وهو هنا على الأرض. طيب إيه اللي بتتعمل من إيه بقى؟ يا إما دقيق يا إما بتتعمل مخبوزات، كذا نوع من المخبوزات. أول حاجة بتبقى أقراص معجونة، مية بزيت، دقيق ومية وزيت. نمرة اتنين تبقى رقائق معمولة، تبقى دقيق برضو معجون بالمية ويدهن بالزيت زي بسكوت كده، بس يدهن عليه زيت في الآخر. أو صاج فطير، آسف، يعني أقراص زي كده، زي مثلا فطير الملاك، أوكي؟ مثلا يعني يا إما زي أقراص، يا إما رقائق اللي هي بسكوت يعني شبه البسكوت، يا إما فطير معمول على الصاج. كل ده عبارة عن دقيق ومية وزيت ويتحط على الصاج. يا إما النوع الرابع عجين محطوط بطاجن. طب لو قلنا إن المسيح بنشير ليه بالعجينة دي، طب الطاجن اللي محطوطة فيه العجينة يشير لإيه؟ ها؟ الطاجن اللي اتحط فيه العجين مين؟ العذراء، أم النور. العذراء هي اللي بيشير إليها العجين ده. النصيب بقى بتاع الكهنة، هنا بقى الكهنة ليهم نصيب بقى، شفتوا بقى يعني عشان تبقى عارفين يعني. ايوه ايوه اصبر يا نور، ما هو قدم محرقه وطلع يعني وقعد يعطع. على فكره الموضوع ده بياخد مجهود جامد، ده احنا بس في القداس ونطلع منه كالكهنه يعني، يطلعوا والشمامسه يطلعوا هلكانين يعني تعبانين. امال اللي كان بيحصل في العهد القديم ده، احنا كده فعلا فعلا احنا كده في عهد النعمه، من اللي حب يحصل في الكهنه بتوع العهد القديم ده، يقعد يقطع ويصلخ ويعمل ايه ده؟ فالكهنة هنا بقى بياخدوا نصيب. هو بيعمل ايه الكاهن؟ ما بيجي يقدم الذبيحة دي يجيبوا له الدقيق او يجيبوا له البسكوت او الكلام ده كله، وياخد منه بقبضة ايده، ياخد منه كده بقبضة ايده ويبتدي ياخد اللي حطه ده، الدقيق او البسكوت ده او الفطير او الكلام ده كله، ياخد منه بقبضة الايد ويحطه على المذبح، يحطه على المذبح، ويحط معاه كمان اللبان، يحط معاه بخور عشان الريحة بتاعته رائحة، تبقى رائحة سرور تصعد قدام ربنا. الباقي بقى هو بياخد كده بقبضة الإيد، الباقي من الدقيق اللي تقدم بياخده الكاهن وبنوه الأولاد الذكور، يعني الكهنة الأولاد الذكور. طبعا الليل ذكور يعني رمز للجديه، يعني مع الاعتذار للسيدات والاناث من ان هم برضو ايه، برضو جد صدقوني يعني، دلوقتي حتى كمان الستات اكتر جديه من الاناث اكتر من الرجاله صغيرين يعني. بيحط معاهم كمان ممنوع يحط خميره او عسل، لان الذبيحه دي بترمز للمسيح. لو حط خميرة، الخميرة ترمز للخطية، المسيح كان بلا خطية، وبالتالي ما يحطوش لا خميرة ولا عسل. العسل برضو يشير إلى حلاوة الخطية، عشان كده حتى كان في آية في العهد القديم إيه، النفس الشبعانة تعمل إيه، تدوس العسل، لأن العسل يشير إلى الخطية. فلا يتحط في الذبيحة دي خميرة أو يتحط فيها عسل، لا بيتحط ملح بقى، لا الذبيحة بيتحط فيها ملح، نعم القربان ده بيتحط عليه ملح، موجودة يعني هتلاقيها، يوضع عليها ملح. طب ليه ملح؟ علشان ده عهد بيني وبين ربنا، ميثاق، بقول له رب انا عايز اعيش ليك، انا بحبك جدا يا رب. فيبقى عارفين اللي يقعدوا مع بعض ويقولوا ده احنا ايه، كنا مع بعض عيش وملح، فبقى انا كلت مع ربنا ايه، عيش وملح، وبقى في عهد وفي ميثاق بيننا وبين بعضنا. وده طبعا الذبيحة دي أو تقدمة القربان دي تشير لذبيحة الإفخارستية اللي في العهد الجديد. احنا قلنا دي بتتقرب ليه أو بنقدمها ليه؟ رائحة سرور،
بتقرب بيها لربنا وبتشير إلى حياة المسيح النقية اللي عاشها على الأرض. عشان كده حتى كمان في من ضمن البسكوت ده كانوا يعملوا فيه ايه؟ يكسروه. ليه يكسروه؟ لو البسكوت ده اتعمل من بره يبان لونه اصمر شويه، لونه يسمر شويه، لكن لما يكسروه من جوه يبان لونه ايه؟ ابيض. فيبين لنا انه قلب اللي من جوه لازم يكون قلبي نقي ولونه ابيض. طيب ناخد بقى الذبيحة التالتة، ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة. لسه على فكرة كل الذبائح دي حب، مفيش فيها خطية خالص. ذبيحة السلامة دي عشان يبقى فيه سلام بيني وبين ربنا. عايز أشكر ربنا على حاجة، أقوم رايح مقدم ذبيحة سلام. عندي نذر عايز أديه ربنا، أديه أروح أقوم مقدم ذبيحة سلامة. عايز حب كده ربنا، لا من أجل أي، مش عايز أي حاجة، أروح برضو أقدم ذبيحة إيه؟ ذبيحة السلامة دي. ودي برضو فيها إشارة لصلاة عندنا في القداس اسمها صلاة إيه؟ فين الصلاة اللي فيها سلام كده بيني وبين ربنا؟ صلاة الصلح بالظبط كده. عشان المسيح بترمز إلى الذبيحة دي، بترمز إلى الفداء اللي رجع السلام بيننا وبين ربنا. المسيح اللي مات على الصليب صالح السمائيين مع الأرضيين وجعل الاثنين واحدا، خلى الاثنين واحد، عمل صلح وعمل سلام. فاللي عايز يبقى كده مع ربنا ومتصالح معاه ويبقى في علاقة حلوة معاه يروح يقدم ذبيحة ايه؟ سلام. الذبيحة دي ليها أنواع كتير، يا إما ذكر أو أنثى. خدوا بالكم بقى، دي هنا هو اللي فات كان كله إيه؟ ذكر، لأن ده بيشير إلى المسيح وما كانش بيأكلوا منها خالص، دي هيأكلوا منها. فعشان يقول إن دي لكل الشعب، الذكور والإناث كل الشعب، ستات ورجالة، فممكن يتقدم منها ذبيحة دي بقر ذكر أو أنثى. يبقى بيتقدم بقر او غنم او ضأن يعني خراف وليها فرو كتير، او الماعز برضو. افرضوا يعني سوري انا اسف مش افرضوا، مع الذبيحة بتاعت الذكر دي او الذكر او الانثى او الكلام ده، الذبيحة اللي هتقدم من البقر او الغنم، يتقدم معاها بقى كمان، شوفوا عشان نكمل بقى ذبيحة تكمل، يقدموا معاها أقراص زي التقدمة بتاعت القربان اللي احنا كنا بنقدمها من شوية دي اللي تكلمنا عنها. ذبيحة دي تبقى تقدم ذبيحة دموية زائد ذبيحة من الدقيق برضو، اللي هي أو تقدمة آسف من الدقيق، اللي هي بتبقى أقراص الفطير أو الرقائق الفطير مدهونة بالزيت، نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في تقدمة القربان. ذبيحة السلامة فيها دم، فيها كمان ايه؟ دقيق او اللي هو بيتقدم. بس هنا بقى في معاها بيتقدم بقى كمان خبز مختمر. ده بقى اشارة بقى رسمي للعهد الجديد، لان العهد الجديد حصل فيه ايه؟ اخذ ايه؟ خبزا على يديه الطاهرتين. اخذ خبزا يعني فيه خمير. ودي تشير الى ايه؟ تشير ان المسيح شال الخطية بتاعتنا في جسده، شالها، هو طبعا بلا خطية، لكن الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. وإحنا نعجن العجين بتاع القربان بعد كده مدخلينه جوه الفرن. فالخميرة لما تخش جوه الفرن يحصل لها يا ستات؟ ها؟ لا، في الفرن أرجوك، لا 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 كده مش هينفع كده، لا يا جماعة تفضحونا قدام الرجالة، مش هينفع. الخميرة لما دخلها الفرن يحصل لها إيه؟ ها؟ هتموت. لكن بره الفرن يحصل ايه؟ تفضل تنفش بقى زي ما انتوا عايزين، لكن جوه الفرن يحصل لها ايه؟ الخميرة تموت. ده معناه المسيح بألامه اللي تألمها على الصليب شال الخطية وماتت الخطية بالمسيح اللي مات على الصليب. لما بنخش جوه الفرن ده إشارة إلى ألام المسيح اللي على الصليب. فيبقى كمان بيقدموا معاها خبز مختمر مع الذبيحة الدموية. النصيب بتاع الكاهن بياخد
بياخد من الجزء اللي هو بتاع الرقائق والأقراص والحاجات دي كلها والخبز ده بياخد منه الكاهن. النصيب بتاع مقدم الذبيحة بياخد الباقي من الذبيحة، يعني هو الكاهن بياخد شوية حتت كده من الذبيحة عشان يقدمها على المذبح، ومقدم الذبيحة يكمل ويشترك في الأكل بتاع الذبيحة دي. اللي برضو بيجي يحط إيده على رأسه، وقلنا حط الإيد على الرأس كانت في المحرقة كانت إشارة لإيه؟ أنا والذبيحة دي إيه؟ متحدين مع بعض، كأن الذبيحة دي أنا يعني. حط إيده على الرأس عند باب خيمة الاجتماع، ياخدوا الدم يرشوه برضو مستديرا على المذبح المحرقة، بعدين ياخد بقى الشحم. عارفين كده لما تشوي مثلا، أنا مش عايز أفكركم بالشوي اليومين دول وإحنا صايمين، ها؟ الشاوي بعد ما نفطر ان شاء الله، الشاوي لما تبقى لحمه فيها دهن تلاقوا الريحه ايه حلوه جدا وتنتشر بقى كل حته. عشان كده ياخدوا الشحم بتاع الذبيحه وبعدين يحطوه على المذبح، ياخدوه معاه كل الشحم بتاعها والكليتين والفص من الكبد اللي هو الاحشاء بقى بتاعته، ويحرق كل ده على المذبح و يتقدم لربنا. الجميل في الذبيحة دي ان المسيح بفدائه جعل رجع السلام تاني بين السمائيين والارضيين، بين ربنا وبين البشر. الذبيحة بقى الاخيرة عايزكم تبقوا يعني ان شاء الله دي تبقى احنا اربعة وفي خمسة، بس الخمسة يعني شبه اربعة فمش هنطول كتير. يعني ذبيحة بقى الخطيئة، كل اللي فات ده كان ذبايح ايه؟ من اجل ايه؟ السرور والشكر والرضا وكل حاجة. الذبيحتين اللي جايين دول بقى بتوع ايه؟ خطية. داخلين بقى في الحتة بقى الغامقة شوية. خطية. خطية دي محتاجة ان احنا نقدم ذبيحة. ذبيحة الخطية دي موجودة في لوين اربعة. هدفها اتحطت يعني علشان اللي يغلط سهوا. اللي يغلط سهوا. مفيش على فكرة مفيش ذبيحة اللي بيغلط عمدا. ما مش موجود. امال تتعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ايه الخطيه العمد؟ في ناس عملت خطيه عمد، داود عمل خطيه عمد، هيتشال ازاي دي ولا يكفر عنها ازاي؟ دي ملهاش غير ذبيحه الصليب. ده معناه ان كل ذبايح العهد القديم قاصره عن انها توفي الدين عن الانسان. ما كانش فيه غير حل واحد بذبيحه المسيح اللي تيجي تكفر عن كل خطايا، السهو والعمد. ذبيحة الخطية هي بذبيحة من أجل خطايا السهو اللي بتبقى مثلا في وصايا أنا غلطت فيها وأنا مش واخد بالي، دي تقدم عليها ذبيحة. الأنواع بتاعتها تختلف حسب مين اللي غلط، وهناخد بالنا هنا بقى من ملحوظة مهمة قوي، والكهنة لازم طبعا احنا ناخد بالنا من الحتة دي. لو كاهن غلط يقدم ثور، لو كاهن غلط، ما هو الكاهن بيغلط يا جماعة، بس غلطته كبيرة. غلطة الكاهن ايه؟ كبيرة، لانه بيعثر الشعب كله. لو كاهن غلط بيقدم ثور، لو الشعب كله غلط يتقدم ايه؟ برضو ثور. يعني خطية الكاهن بقيمة ايه؟ خطية الشعب كله. يعني يا ويل الكاهن طبعا من الخطية، ربنا يرحمه. فاللي بيقدم ثور عن الكاهن او الشعب، قيس ذكر لو في رئيس من الشعب يقدر يقدم حاجة ثمينة بيقدم قيس ذكر، لو حد من افراد الشعب العاديين بيقدم انثى ماعز او ضأن، ولو حد من الغير القادرين ممكن يقدم يمامتين او فرخي حمام. دول اللي ممكن يتقدموا في الذبيحه بتاعه الخطيه. ممكن كمان اللي من غير قادر خالص يقدم عشر، يعني زي كده ايه ايفا، يعني دي تساوي 23 لتر. احنا وقتنا قد ايه يا ابونا عشان لا انا بجد عايز اعرف 10 دقايق؟ اوكي.
العشر بتاع الإيفا، يعني هي الإيفا دي تقريبا تساوي 23 لتر مقياس عندهم، عشرها يعني إيه؟ يعني تقريبا لترين ونص من الدقيق، ومعاها كمان بس ما بيتحطش هنا بقى، خدوا بالكم ما يتحطش معاها لا زيت ولا لبان. احنا قلنا الزيت ده كان بيشير لإيه؟ الروح القدس. طيب دي ذبيحة خطية، ينفع نحط الروح القدس في ذبيحة خطية؟ ما ينفعش. فعشان كده الذبيحة دي لا فيها زيت ولا فيها لبان. النصيب بتاع الكاهن ملوش، النصيب بتاع الإنسان اللي غلط برضو ملوش. يجيبوا برضو الطور ويذبحوه عند باب خيمة الاجتماع، يحط إيده عليها. احنا قلنا يحط إيده عليها، دي كانت في الثلاث في الذبيحتين الأولين كانوا إيه؟ المحرقة والسلامة، كانت إشارة لإيه؟ التحايل. هنا بقى بيحط إيده ليه بقى؟ عشان تتنقل الخطية منه إلى الذبيح اللي هتتذبح بداله، لأن هنا دلوقتي دي ذبيحة تتقدم عن خطية. يحط إيده عليها، كاهن يحط إيده على الذبيحة ويعترف، أو حد من الشعب يحط إيده على الذبيحة ويعترف. طب ولو دي خطية شعب، يجيبوا الشيوخ بتوع بني إسرائيل هم كلهم يحطوا إيديهم على الذبيحة، وبعدين ياخد الكاهن، أنا قلت لكم بيستقبلوا الدم بتاع الذبيحة دي زي طاسة كده، الكاهن بقى ياخد الذبيحة وياخد آسف الدم ويحطه في الطاسة دي، وياخد من الدم ده ويعمل معاه، يعمل كذا حاجة. نمرة واحد، وهو داخل على الحجاب يحط من الدم ده، ينضح من الدم ده 7 مرات، لأنه أنا عشان أقدر أخش إلى الأقداس أنا محتاج دم المسيح. إحنا ما بنفتح الهيكل ده بإيه؟ بدم المسيح. عشان كده على فكرة الكاهن وهو بيفتح الستر بتاع الهيكل لازم يفتح الستر وهو ماسك الصليب، ويفتحه من الشمال لليمين، عشان بالذبيحة بتاعت المسيح اتنقلنا من الشمال لليمين. فيجي الكاهن يحط إيده أو يحط إصبعه في الدم وينضح على الحجاب اللي كان بيفصل بين الأقداس، و7 مرات رمز لإشارة وإشارة لدم المسيح اللي بيدينا المغفرة التامة لما قدمه على الصليب. وبعدين لو هو الكاهن هو اللي غلطان بيخش جوه القدس. أنا قلت لكم القدس فيه مذبح اسمه مذبح إيه اللي في القدس ده؟ عندنا مذبحين في الخيمة، بره اسمه مذبح المحرقة اللي هو بتاع مذبح النحاس، اللي جوه القدس اسمه مذبح ايه؟ لا، مذبح البخور. احنا دلوقتي بقى عندنا في الكنيسة ايه؟ كم مذبح؟ واحد. جبنا كل ده، كل المذابح دي حطيناها في ايه؟ مذبح واحد. بنقدم البخور فين؟ على المذبح اللي جوه. لكن الكاهن دلوقتي اخذ من الدم ويروح على القرون بتاعت المذبح يحط الدم. ليه؟ الكاهن المفروض هو اللي بيقدم الصلاة، هو مين اللي بيرفع البخور؟ الكاهن. طب صلواته دي لما عمل خطية حصل فيها ايه؟ تدنست بقت، يعني ازاي يعني تقدم تصلي وترفع بخور وانت انسان خاطي؟ ازاي؟ ما ينفعش. عشان كده يقوم يحط من الدم ده على القرون بتاعت مذبح البخور عشان تتقدس صلواته بالدم بتاع الذبيح. لكن باقي الذبايح لكل الشعب والرئيس وكده بتتحط بره على المذبح بتاع المحرقة، وبعدين يصب باقي الدم ده عند مذبح المحرقة، ياخد برضو زي ما قلت لكم في الذبايح اللي قبل كده الشحم والأحشاء ويحرقها على المذبح، وباقي الذبيحة يتاخد بره المحلة ويحرق برضو مع الجلد، مع كل حاجة تتحرق بره خارج المحلة زي ما المسيح تألم خارج المحلة في أورشليم. ده باختصار ذبيحة الاسم. بقى هي الذبيحة الخمسة أساسية، وذبيحة الاسم دي عن خطايا السهو الموجهة لله. اللي فاتت دي كانت يعني أي خطايا سهو، لكن الإثم دي خطايا السهو الموجهة لربنا. بيعمل فيها برضو نفس الطقس ده، وياخد برضو بصباعه ويقدم على الحجاب وعلى مذبح
البخور. ف لكن في حته زياده هنا هو في ذبيحه الاسم دي. الانسان اللي غلط يروح للكاهن ويقول له انا غلطت في 1 2 3، فيقول له خلاص تقدم كبش، والكبش ده يكون وزنه كذا، يحدد له وزن للكبش ده. يقوم الانسان اللي هيقدم الذبيحه دي يعمل ايه؟ يزود على الوزن ده الخمس، علشان انا المفروض ارد اكتر من اللي انا عملته، اصلح الغلطه اللي انا عملتها. طب اصلحها ازاي؟ بالخمس الزياده، يعني مش بس اقدم اللي قاله لي الكاهن، لا ده انا كمان اقدم ايه؟ زياده. ودي تورينا ان اللي غلط لازم يصلح الغلطه بتاعته. ما يكفيش التوبه، لا لازم ارد الحاجه اللي انا اخدتها. يعني واحد سرق مثلا يعمل ايه؟ اللي سرق لازم يعمل يرد الحاجة اللي سرقها. زي بالظبط في واحد في العهد الجديد عمل كده، عارفينه مين؟ زكا. عمل ايه زكا؟ لما ربنا دخل بيته قال له ارد ليه ايه؟ 4 اضعاف، عشان اصلح الخطأ اللي انا عملته. ودي الحتة بتاعت ذبيحة الاسم، الحتة الزيادة عن ذبيحة الخطية. كل الذبايح دي تشير الى عمل المسيح، ذبيحتين دول تشير الى ذبيحة المسيح الغافرة للخطية اللي ذبحت من اجل خطايا كل واحد فينا. يبقى انا بقى لما باجي اشوف الذبايح دي واشوف الاعمال اللي كانت بتعملها، احنا خلاص ما بقاش في الذبايح دي، بقى في ذبيحة المسيح الكفارية اللي كان اللي موجودة معانا على المذبح كل يوم. وعلى فكرة انا قلت لكم ابونا الكاهن في العهد القديم بياخد من الدم بصباعه وينضح على المذبح بتاع البخور. ابونا في العهد الجديد في القداس، بس دي بقى انتوا بتبقوا ساجدين فيها، يقول كده هوت ايه؟ الجسد المقدس. تقوم انتوا قايلين ايه؟ نسجد؟ تبقوا ساجدين. وبعدين يقول ايه؟ والدم الكريم. في اللحظه دي ابونا بياخد صباعه ويحطه جوه الكاس وياخد من الدم ده ويحطه على الجسد من باشاره علامه الصليب. نفس اللي بيحصل في العهد القديم، يبقى كان كل ده اشاره الى اللي بيحصل في العهد الجديد، او العهد الجديد اخذ من العهد القديم. عشان كده ربنا قال ما جئت لانقض بل لاكمل. عشان كده بندرس الذبايح بتاعت العهد القديم، تفكرنا بذبيحه المسيح، تفكرنا بخطيتنا قد ايه الخطيه بشعه جدا، ان بسبب خطيتي انا المسيح اتذبح على الصليب. وبنشوفها في الذبيحه اللي بتتقدم كانت في العهد القديم في خيمه الاجتماع. ربنا يدينا نعمه هندخل الى عمق الروحي، مش بس للطقوس، لا نفهم العمق الروحي اللي موجود في الذبايح دي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.